الخامسة البالب إيرثنس. البالب طبعا هو يتكون من يعني الفيزلز والبلد فيزلز والنيرف سبلاي واللمفاتيك درينج، بالإضافة طبعا للأودونتوبلاست سيلز وأنواع ثانية من السيلز، فهو معظمه خلايا. فيتكون 75% منه ووتر، 25% البقية هي أورجانيك ماتيريال. This organic material composed of collagen fibers and the ground organic substance. The function of organic material is support the nervous and cellular and vascular component of the vital tooth. يعني وظيفة الكولاجين فايبر اللي هو الجزء الأورجانيك أنه يحمي لنا المحتويات مال البلب. زين، شنو وظائف البلب؟ أولا فورماتيف، باعتباره يحتوي على الأودونتوبلاست، فيسوي برايمري دنتين وسكندري وتيرشري دنتين. نوتريتيف، لأن يحتوي على بلاد فيزلز مثل ما قلنا، فهي تعتبر اند جراوند سبستنس ترانسفير ميديوم فور ميتابوليك فانكشن. سنسري، لأن يحتوي على شو اسمه النيرف سبلاي نوسيسبتيك. زين، بروتكتيف، لأن يحتوي على انفلاماتوري كومبوننتس انتيجينيك نيوروجينيك and dentinogenic response to injury of noxious stimuli. Then hematostasis and clearance of antigen substance through the vascular and lymphatic system. أيضا ساعدنا بالهيموستاسيس لأن سبب يعني محتويات الفاسكولار. البلب إيريتنس تشمل أربع أنواع من الإيريتنس: أكو بكتيريال، فيزيكال، الراديشن، وكيميكال. أول نوع اللي هو البكتيريال، اللي هو شلون توصل البكتيريا للبلب، شلون تسوي إيريتيشن من خلال الكاريز. أولا هو أكثر نوع شائع من المسببات. مايكرو أورجانيزم كاريز برودوس توكسين بنتريت البلب through the dentinal tubules. So the cell of the pulp mainly odontoblast will respond to the irritation by releasing of cytokines, chemokines that initiate inflammatory reaction and beginning of the infiltration of the chronic inflammatory cells primarily. يعني استجابة للمواد الكيميائية تفرزها البكتيريا من توصل للبل. راح الأودونتوبلاست تفرز لنا، أو يعني تصنع لنا، أو تفرز لنا السيتوكاينز والكيموكاينز اللي هي ميدياترز للإنفلاميشن. فيصير inflammation بالمنطقة اللي بها كريز، أو يصير infiltration لل chronic inflammatory cells. As carious lesion progress deeper into the dentine, bacteria irritation increase. يعني كل ما اقتربت البكتيريا أكثر للبلب كل ما زاد ال irritation. هاي هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية contamination of exposed bulb by microorganisms. يعني يصير exposure للبلب وتدخل من خلال المايكرو أورجانيزم. Pulp tissue may stay inflamed for long period and may undergo necrosis, eventually become necrotic quickly, which make the tooth non-vital requiring root canal treatment. يعني بهاي الحالة البلب راح يكون مكشوف أو يصير بيه inflammation لمدة طويلة، فيصير بيه necrosis. فبهاي الحالة يعني من يصير necrosis للبلب، هنا بعد ما تنفع الحشوات الاعتيادية ولا أي conservative treatment ما عدا الروت كانال treatment، أو أحيانا حتى الروت كانال ما يرهم. لكن يعني بالحالات ال يعني ال initial stages، يعني بعد ما صار pulp necrosis، بعد ما وصل مراحل متقدمة يعني ما مأثر على بقية ال tissues مال التوث، نقدر نسوي الروت كانال treatment. زين، periodontal disease، أحيانا خلال ال periodontal disease راح تدخل خلال السمنتم خلال الدنتين وتوصل للبلب. periodontal disease may extend from the pulp from the accessory canals and or apical foramen and open dentinal tubules. يعني يجوز من الاكسسوري كانالز هاي موجودة هنا، أو الأبيكال فرامن موجودة بنهاية الروت كلش بالأبيكس، أو الدنتينال تيوبيولز تكون مفتوحة. The accumulative effect of periodontal disease has damaging effect on the pulp. But total pulp disintegration is only when the apical foramen is infected. يعني ما نقول أنه هذا الشيء terminal
للتوث راح يخلي نون فايتال إلا إذا كانت الإصابة من الأبيكال فراما. روت كيوريتج كان ريزولت فروم كان ريزولت ان بلب ديفيشن، العفو ديفيتاليزيشن، يعني تفقد حيويته يعني يموت بسبب الروت كيوريتج. كيورينج العفو ديورينج كيوريتج اوف ذا بيريدونتال ليجن that extend around the apex of the root pulp vessels may be severed and the pulp devitalized. يعني أثناء ما نسوي curettage مثلا عندنا periodontal periapical cyst مثلا سوينا له curettage، سوينا severance أو يعني قصينا يعني واحدة من البلود سبلاي المسؤولة عن تغذية البلب، راح يسوي لنا ischemia نكروسس. زين physical irritants، هسه خذينا البكتيريا وخذينا يعني شلون توصل البكتيريا. هسه الphysical irritants قد تكون mechanical irritation، مثلا اللي من أمثلة عليها التوث preparation أثناء ما نسوي preparation للسن، overcutting during cavity preparation whereas the pulp is exposed or not one العفو is not one of the greatest damage to the pulp. Not only the depth of the cavity affects the pulp, but also the width of the cavity has the same importance. يعني مبدئيا الروتري موفمنت راح تكون حرارة، أو هي بحد ذاتها يعني راح تسوي irritation للبلب، فأيضا يجوز يسوي لنا acute pulpitis نوبة يتحول إلى chronic. وهذا الشيء ما يعتمد فقط على عمق البريبريشن مالتنا، وإنما يعتمد على الويث مال الكافيتي مالتنا. فالريميننج دنتين ثيكنس اللي هو الار دي تي after deep cavity preparation plays significant role in the health of the pulp. يعني صح الهيلث مال البلب يعني يتناسب طرديا وي الريميننج دنتين ثيكنس، كل ما زاد الريميننج دنتين ثيكنس راح يعني يزود الهيلث فينس مال البلب، يعني يقلل الاريتيشن وبالعكس. In teeth with remaining dentine thickness fewer than 300 micrometer, acid etching may lead to severe irritation to the odontoblasts and persistent inflammation in the pulp due to high permeability caused by acid etching. يعني في حال كان عندنا remaining dentine thickness أقل من 300 micron اللي هو هذا خلينا نقول هو الحد الأدنى، فإذا أقل منه فالاسيد اتشنج اللي نسويه قبل لا نخلي الحشوه راح يسوي اريتيشن للاودونتوبلاست سيلز. This problem can be avoided by putting lining، يعني احيانا لازم ننزل يعني بحكم الكاريز، فبهاي الحاله لازم نخلي لاينر مثل ما اخذنا بالمحاضرات اللي راحت لاينر وبيس. Also operative procedure without water coolant cause more irritation than those performed under water spray. يعني لازم أثناء ما نسوي preparation لازم يكون عندنا water spray على مود نسيطر على الحرارة. orthodontic movement اللي هو النوع الشكل الثاني من physical irritants. If the force beyond the limitation of physiological tolerance blood vessels of the periodontal ligament may rupture and result in the hemorrhage. يعني مرات من الواحد يصير عنده blow أو يعني ينضرب أو يتأذى على السن يصير ضغط أكثر من اللازم أكثر من حدود تحمل السن فيؤدي إلى rupture بالblood vessels يسوي hemorrhage leading to the loss of nutritional supply for some pulp cells، فأيضا راح يسوي لنا ischemia. Sometimes odontoblast أو orthodontic movement may irritate or may initiate resorption of the root apex usually without change in the vitality of the pulp، أو أحيانا مجرد يسوي resorption بدون ما يؤدي ال vitality بحد ذاتها. Tooth fracture acute trauma fractures associated with bacterial invasion that follows the accident. يعني أحيانا مثل هاي الحالة ينكسر السن لسبب أو لآخر غالبا بسبب تراما أو بسبب ضغط على الحشوة زايد إلى آخره.
مهم هاي الفتحة راح يعني تسوي لنا مجال البكتيريا تدخل حتى بدون ما تسوي كاريزما. Untreated bacterial invasion will decrease any possibility to sustain vitality of the fungus. يعني إذا ما حلينا هاي المشكلة دخول البكتيريا فأكيد هنا راح يصير عندنا necrosis بالنهاية. In addition, severe occlusal pressure to the tooth with large filling can cause fracture of the tooth. مثل ما قلنا أحيانا الحشوة تكون كبيرة يسلط عليها ضغط أكثر من اللازم فيصير fracture. Attrition الشكل الرابع. Attrition اللي هو التآكل مال السن من فوق بسبب الاحتكاك functional and parafunctional movement of the mandible اللي هو يصير بحالة ال grinding, tooth grinding, bruxism. زين pulp inflammation and necrosis related to the incisal wearing is slender. يعني قليل ما توصل مرحلة التآكل درجة يعني الأترشن بحد ذاته هو يسوي لنا pulpitis قليل. The pulp can lay down dentin so that العفو but when severe worn of the tooth occur pulp exposure with an observable incisal opening could be seen. يعني بالعادة يكون اكو secondary dentin على مود يعني يمنع عنا انه هذا التآكل يصير قريب على البلب، راح يصير طبقات جديدة من الدنتين على مود يعني تحافظ على سمكة قدر الامكان، لكن احيانا الويرنج يصير كلش قوي بحيث يعني حتى تبين البلب تشامبر يبين. هي هاي حالات قليلة لكن ممكن نشوفها خصوصا بكبار السن. الابريجن اللي هو نفس الفكرة تقريبا، هم تآكل فيزيائي لكن يصير بمناطق ثانية غالبا بسبب استخدام فرشة خشنة أو الـ aggressive brushing. Abrasion is defined as a loss of tooth structure by mechanical or frictional forces. These lesions are completely caused by excessive tooth brushing. يعني بسبب التفريش العنيف. It can be so severe that it may invade the pulp space. يعني مرات تكون قوية كلش لدرجة يصير كلش قريب على البلط بحيث البكتيريا مباشرة تسوي لنا بلطايتس. These lesions are completely caused by horizontal brushing and appear in V-shaped notch on the labial surface. يعني تكون على شكل V-shape تكون بالليبيال سيرفيس وتكون يعني تماما متكونة بسبب البراشنج. الابثراكشن هو نون كيريوس ايضا نوع من النون كيريوس سيرفايكال ليجن. This العفو the theory of abstraction sustain the tooth flexure in the cervical area is caused by due to occlusal compressive strength and tensile stresses resulting in microfracture in the hydroxyapatite crystal of the cervical enamel and dentin will further fatigue and deformation of the tooth structure. يعني بسبب الكومبرسيف سترينث بسبب التنزايل ستريس راح يصير تكسر. يعني الضغط هنا ما جاي ينزل بصورة صحيحة على السن، ما جاي ينزل على المحور العمودي، جاي يتسلط على مناطق معينة أكثر من غيرها اللي هي هاي المنطقة السارة بالليبيال سيرفيس غالبا أو اللينجوال سيرفيس بعض الأحيان مال الأسنان، فيؤدي إلى تكسر الكريستالز الموجودة هنا فيؤدي بالنهاية إلى حصول هاي الكافيتي اللي هي تشبه نوعا ما الـ الابريجن اللي هو التونة خليناها، لكن مسبب مالتها يختلف. The abstraction lesion are facilitated by thin structure of the enamel and low packing density of Hunter Scherger band at the cervical area. يعني مسبباتها غالبا هي يعني وراثية بسبب عدم تكوين الانامل بشكل صحيح. It is important to determine and eliminate the cause. يعني لازم نحل المشكلة مع الابفراكشن لأن حتى لو سويت حشوة يجوز راح يصير نفس الشيء لاحقا. If the tooth is hypersensitive, it could be relieved by desensitizing agent, topical fluoride, fluoride rinses, or dentinal bonding agent and restoration. يعني إذا كان عنده hypersensitivity، إذا كان عنده حساسية يعني وصل قريب على البلط، نعطي desensitizers يعني مسكنات topical fluoride وفلوريد رينزينج
ونحط له بوندينج ايجنت مباشرة بدون بريباريشن، مجرد ان ننظفها نحط بوندينج ايجنت مباشرة وفوقها ريستوريشن. زين، ثيرمال اريتيشن. It is a common belief that the various dental procedures such as tooth preparation, composite resin polymerization, finishing and polishing procedure can cause the rise of the intrapalpal temperature. عملية ال preparation, polymerization, finishing and polishing كلها راح تولد حرارة. It was reported that intrapalpal temperature increased by 5.5 Celsius for 10 seconds can cause histological damage in the pulp tissue, irreversible pulpitis and pulp necrosis. زيادة درجة الحرارة بمقدار 5.5 لمدة 10 ثواني راح تسوي لنا ضرر يجوز يكون حتى دائمي. The two methods of tooth preparation available, اكو ليزر واكو kinetic cavity preparation، اكو اللي هو الاير ابريجن خذيناه المحاضرة اللي راحت. هاي طرق جديدة للpreparation. طبعا حكينا عن المحاضرة اللي راحت لكن هاي جاي اعيد بعض المعلومات. device of procedure يستخدم بيم high density light use a variety إلا أنواع مثل CO2 ال ER ياك إلى آخره. On the tooth structure have demonstrated minimal pulp resorption العفو response تكون تأثيرها على البلب أقل بهواي comparing to that of the high speed rotary instrument. When we use the laser, when we use a laser for cutting enamel and dentin, the process would generate heat with which might affect the pulp, and it should be used with pulsating manner, not continually. يعني من تستخدم الليزر فأنت هنا ما راح تستخدمه بصورة مستمرة لأن هو ليزر أكيد راح يولد حرارة. لازم تستخدمه pulsating manner، يعني الدوي والطفي، الدوي والطفي، يعني بشكل مو مستمر، not continuously. الاير ابريجن اللي هو ايضا حشينا عنه يستخدم بالكليننج اوف بيت انفجار فور سيلينج ستين ريموفال الى اخره. animal studies have shown that air abrasion cavity preparation is less traumatic than to the pulp than rotary instruments. تكون اقل traumatic. زين، ثالث نوع خذينا الفيزيكال وخذينا البكتيريال، هسه الراديشن irritants. The pulp of the teeth is affected in patient who is exposed to the deep radiation therapy for malignant growth of the head and neck region. In the time odontoblast cells will be necrotic and salivary gland will be affected and resulting in a decrease of salivary flow. يعني خلال فترة العلاج الراديولوجيكال ثيرابي راح تتأثر الأودونتوبلاست السلايفري جلاند وراح تقلل لنا السلايفري فلو، راح تسوي لنا زيرستوميا. زين، الكيميكال اريتنس اللي هو آخر شيء، الإيروجن اللي هو مواد كيميائية توصل لسطح السن وتؤدي لتآكلها بسبب حامضيتها، defined as loss of tooth structure due to chemical action. These lesions can be prominent in patients with oral habits such as continuous exposure to the airborne acids and gastrointestinal problems. يعني إما بسبب أنه يشتغل ببيئة تحتوي على غازات حامضية فتؤدي إلى تآكل السن بسبب الإيروجن، أو gastrointestinal problems اللي هو regurgitation أثناء النوم ترجع المواد الحمضية من المعدة للفم فتؤدي إلى تأكله من جوه. وهاي الصورة توضح لنا الفرق بين الأنواع الأتريشن، أبريجن، إيروجن والأبستراكشن إلى آخره.